السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ كيبقاو خواطركم؟ هذه السيمانه دابا اللي دازت على الزلزال اللي صاب بلادنا الحبيبه والغاليه، واللي مشاو فيها ارواح ابرياء كانوا من الشهداء. تنتمنوا لهم الرحمه والمغفره وجنات النعيم ان شاء الله، وتنطلبوا الشفاء العاجل للمصابين، والله يصبر اهاليهم والعائلات، والله يصبر المغاربة كلهم، لأن كلنا تألمنا، كلنا بكينا معاهم، كلنا بقاو فينا بزاف حالة من عائلتنا، وربي شاهد على هذا الشيء اللي تنقول. وداك الشيء باين في التضامن ديال المغاربة مع خوتهم اللي تصابوا في الزلازل، في لا في الحوز، لا في أزيلال، لا في واويز، لا في ورزازات، في جميع المناطق كلنا كنا قلوبنا معاهم، وكلنا بكينا وكلنا تألمنا. ولكن لا بد الإنسان ما يرجع لحياته الطبيعية شوية بشوية، ويخرج شوية ويحاول ينسى ويحاول يتأقلم مع الوضع وينسى هذه الأزمة اللي دازت علينا. وتنطلب ربي الهلا يعاودها يا ربي. هنا كان الويكاند اللي من وراء الزلزال، طلعنا لواحد القهيوة كاينة حدا القصر الفوق، فوق عين سردون اللي كاينة في بني ملال، نيت سميتها قصر عين سردون. جات في هذه المنطقة زوينة مقابلة مع القصر، ودايره بها الطبيعه لان جات عاليه، جات في بلاصه زوينه واستراتيجيه. ما جلستي تتلقى الطبيعه زوينه ما شاء الله، والانسان تيسرح شويه عويناتو، تيتلف شويه، لان سبحان الله ما كاينش اللي خرجك بحال هاد الازمات الصعيبه والقاسيه من غير كلام الله. الواحد يقرا شويه القران ويخرج يتمشى ويدير رياضه، وبالاخص في هكا في الطبيعة، وفي إما حتى البحار، إما هكا في الجبال، إما المهم الإنسان يحاول يخرج ويحاول ينسى شي شوية. وخا هادشي اللي داز علينا عمرنا ما غادي ننساو، لأن أول مرة تتوقع في بلادنا، ولكن قدر الله ما شاء فعل، لعله خير. والحمد لله هاد المحنة اللي دزنا منها سبحان الله فيها منحة، وفيها سبحان الله حكمة من عند الله. دوك سبحان الله دوك الناس الخير اللي جاهم من جميع انحاء المغرب، من طنجة القويرة ومن الجالية المغربية اللي تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم، اللي صيفطوا حتى هما كل شيء داكشي اللي قدروا عليه من خارج المغرب. تنشكرهم من هذا المنبر. تفكروا خوتهم المغاربة وبلدهم الحبيب، وبقى فيهم الحال، وتألموا، والله يجعل هذا الشيء كامل في ميزان حسنات المغاربة كلهم. اللي دار شي حاجة قليلة أو كثيرة الله يجعلها في ميزان حسناته، والله يجعل بلدنا هذا الحبيب يبقى يا ربي بالسلم وبالسلام وبالطمأنينة وراحة البال، ويدوم علينا الراحة، ويدوم علينا هاد الأمل اللي احنا فيه، وحفظ بلادنا وحفظ مالكنا. وتنطلب ربي يحفظ جميع بلد المسلمين، لأن العرب كلهم والمسلمين كاملين والإنسانية كلها تتألم إلى وقعت شي حاجة، بالأخص هاد الكوارث الطبيعية تيألموا بزاف وتيمحنوا بزاف. وتنطلبوا ربي يحد علينا الباس ويلطف بينا، هاد الشي اللي تنطلبوا من الله. هنايا نكمل معكم الدويرة، هبطنا تفطرنا في ديك القهوة، كان عندهم الفطور زوين ونقي وداك الشي في المتناول. هبطنا للعين باش نشوفوا شي شويه، لان تمشينا حنايا واحد الوقيته ديك حدا القصر، تمشينا تما في ديك الطبيعه عاد فطرنا. وضروري ما يمكنش الانسان يمشي للقصر وما يدوسش للعين، لان السبت كان داك النهار السبت 16 في شهر 9 كانت عامره وكانت زوينه، وخا الصباح كان واحد البريد زوين ما شاء الله. ودرنا فيه واحد الدويرات، مشينا شمينا شويه الهواء وهاد الريحه ديال الماء اللي ما شاء الله، والله يدومها علينا نعمه يا ربي. واللي عنده شي بليصه تيحداه في مدينته يخرج يتمشى، يخرج وليداته، يحاول يتاقلم مع الوضع، ويحاول ينسى شويه بشويه، ويحاول يرجع لحياته الطبيعيه، لان الحياه تستمر وما تتوقف حتى عند شي واحد. ودائما تنطلبوا من الله التيسير لجميع خوتنا وخواتاتنا المغاربه اللي في داخل المغرب ولا خارج المغرب، الله يسر لكل واحد امره. هنا تنوريكم تنشرب من العين ما شاء الله، واحد الماء بارد وجاي من وسط الجبال نقي صافي من عند الله. هنا دايرين دوك الغرير فاتها كل اللي بغى يشرب،
وانا عز عليا فاش يكون هاكا الماء من روبيني نشرب بيدي، وتتشوفوا الطبيعه ما شاء الله الطبيعه زوينه، وهاد العين صايبوها مزيان ونقاوها مزيان، والماء تبارك الله فيها دائما كتير، ويا ربي يبقى دائما بحال هكا. الله يحرمنا من هاد النعمه ديال الله اللي هي المياه. المياه راه شي حاجه ضروريه في الحياه كما تيقول الله سبحانه وتعالى، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وشو ما شاء الله الطبيعه كيفاش دايره، ومن هنا تيبان القصر، لان ما بعيدش بزاف على العين اللي ما تيعرفوش بني ملال. كاين العين هي العين اسردون هي الاولى، عاد من تما تطلعوا وتتلقاو القصر، وداروا فيه ديك البادره زوينه، ان داروا فيه ديك القهوه جات في داك جات زوينه في داك البلاصه، وجاو فيها المناظر واعره. وتصادفنا هذا النهار جا الوالي، والي مدينه بني ملال، اقليم بني ملال كله، جا باش يشوف دوك الترميمات اللي داروا للقصر، وداروا ليه الدروج من الداخل، وقادوه مزيان ولا زوين ولا واعر. هنا كاينين هاد لي كيوسك اللي تيبيعوا فيهم هاد لي زاكسيسوار، وهاد المجادل ديال الموزون والزيوفه تاع الموزون. اللي بغى ياخذ شي حاجه من هنا، لا المقيمين، لا الناس اللي جايين من الخارج، لا السياح، حتى حنا خدينا منهم. تنوريكم شنو خدينا، ماشي شي المهم شي حاجه بسيطه اللي تبقى عندنا وصافي. عندهم تقريبا كل شيء داكشي اللي تبغيو تلقاو، لا ديال البنيات الصغار، لا ديال الكبار، لا ديال الدراري الشباب، كل شيء كاين. البراسليات، هادشي ديال بلاكيور، كاين هاد لي بورت كليتا هما زوينين، والاثمنه مناسبه 10 دراهم 15 درهم. يحاول الواحد يدوز عندهم، حتى هما جالسين الناس يترزقوا الله، وتيفتحوا تقريبا غير من الصيف للصيف، لان في الشتاء ما تيتمشاش داكشي بزاف. اللي مشى يحاول ياخذ من عندهم، واخا غير حويجه ولا جوج حويجات، منها تدي واحد تذكار معاكم لداركم ولا لبلادكم، منها تعاونوهم حتى هما، يعاون الواحد خوه المسلم ما فيها باس. وهنا دزت لهاد البلايص، هاد البلايص لتحت العين، تحت النافوره الكبيره، كاينين هاد النافورات الصغار، وكاين بزاف ديال البلايصات هنا اللي تجلسوا فيهم هكا. كاين الحريره، كاين الطواجن، كاين هاد لي كيوسك فيهم اتاي، فيهم الحريره، فيهم الماء، فيهم كاع داكشي اللي تحتاجوا. كاينين بلايصات فين تجلسوا، اللي بغى يطيب تما تيطيب، اللي بغى يجي ياخذ طويجنات طايبين تيلقاهم. وديرين هادو زوينين. انا مشيت واحد المره صورت، ولكن ما حطيتش لكم هادوك التصاور، لان كانت هاد النافورات كانوا سادينهم، دابا حلينهم، تيبان هاد المنظر ديالهم زوين، والماء تسمع الماء تتستمتع بالرؤيه ديالهم، ماشي بحال فاش تيكونوا طافين. ما شاء الله العين صايبوها مخير، زعما قادوها مزيان. كنا تنتالموا ملي تلقاوها ما مصايباش، وما كاينش بنادم فين يجلس. دابا قادوها مزيان الحمد لله. المهم بلادنا راه غاديه شويه بشويه تتقاد الحمد لله، ومكثرين منهم شو ما شاء الله. شو شحال تاع البلايص، راه ما درتش لكم على كلشي، لان غادي يجي الفيديو طويل. حاولت نشد لكم غير هاد البلايصات من دايزه، باش تستمتعوا تتوما بهاد الماء، بهاد الماء وبهاد المناظر الطبيعيه. هنا عاد كاينه النافوره ديك الكبيره، راه صورتها لكم من قبل في واحد الفيديو. ما شاء الله هاد الصوت ديال الماء، غير تجلس حداه تتحس بواحد الراحه نفسيه، وواحد الجو واعر. هنا دايرين هاد الالعاب هكا الوليدات الصغار، فين يجيبو والديهم، فين يلعبو، فين حتى هما يلعبوا شويه ويخرجوا حتى هما يحيدوا القنط. وهذه هي النافوره الكبيره، ما شاء الله صايبوها مزيان. دابا في العشيه راه تتكون هاد البلاصه عامره، ما يمكنش لك تصور فيها نهائيا.
مازال هكا الصباح تيكون الناس شوية خفاف، وتتقدر تصور، تقدر تحاول ما تشدش الناس بزاف وتقدر تصور شوية الطبيعة. هما اللي خدينا راهم تيلصقو، انا لصقتهم في الثلاجة، هادي ديال العين وهاديك الخميسة، وهاد العقيق شراتو بنتي تا هو زوين، كاين بزاف ديال الاشكال والانواع في هاد العقيق. جلسنا هنايا دايرين الكراسة، جلسنا شوية باش نرتاحو من لاماش، لان تمشينا بزاف وتنستمتعوا بهاد الطبيعة وبالصوت ديال الماء. نتمنىكم تنتوما تكونوا استمتعتوا معايا بهاد الخريجة، وتلفتوا شي شوية ونسيتوا شي شوية الهم كما تنقولوا، ونتمنوا من الله لبلادنا الأمن والأمان والسلام والاستقرار ولسائر الأمة الإسلامية. وتلهنا سال الفيديو ديالنا، وتنشكر أي واحد بقى معايا تل آخر الفيديو. إلى اللقاء.